الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة في عرض كده كويس في السيف جيلري، سلات رحلات يعني لها كذا استخدام. هي كانت ب49 ريال، الحجم الصغير ده سلة تسوق بيد وغطاء، كانت ب49، دلوقتي ب19 ريال. جميلة جدا والبلاستيك بتاعها كويس جدا. لما لقيت عاملين عليهم عرض قلت اصورهم لكم تاخدوا فكرة عن وشوفوا اليد بتاعتها بتتمسك بسهولة اهي، اوريها لكم اهي، وخفيفه ما شاء الله يعني مش تقيله. دي تنفع للرحلات بما ان احنا في موسم البر دلوقتي والرحلات والجو الجميل ده، جميله جدا. هما كلهم لون واحد رصاصي، بس ايه في يد خضر اهي او فسفوري. هما 3 احجام يا جماعه، مش عارفه حجمين الصغيرة من 49 بقت ب19 ريال، والكبيرة كانت ب76 دلوقتي ب28 ريال. ما شاء الله دي كبيرة جدا، يعني فرقها بسيط من 19، بس الكبيرة أكبر يعني وتشيل حاجات كتيرة. أي أنا لما لقيت علوم عرض قلت أصوره لكم، هو فيديو صغير بس إيه تستفادوا منه. ده ما شاء الله نزل عليه عرض ممكن بتاع 50-60% أو 65%. ايه هو فيديو صغير بس قلت في منه كميات يعني يا جماعه اهو ما شاء الله في كميه اهي. والغطا بتاعه عشان ما وريتكوش الغطا اهو بغطا، تنفع برضو تحطوا فيها حاجات في الحمام، شامبوهات، صابون، يعني تنفع لها اغراض كتيره. خبز ممكن، خبز والخبز برضو تنفع عياش للخبز، تنفع للتسالي، البطاطس شبسات، والتسالي برضو تحطوا فيها اكياس البطاطس والشبسيات والحاجات دي واللب والحاجات دي، وتنفع للحديقة اكتر حاجة يعني تاخدوها معاكم الحديقة كده. بصراحة جميلة جدا اهي. انا قلت اديكم فكرة عن ايه، انا بحب اديكم اي فكرة عن كل الحاجات اللي بيحصل عليها تخفيض في السيف جيلري. هو الفيديو صغير بس ايه ان شاء الله تستفادوا منه. ايه اهو الغطا اهو بيتشال بكل سهولة، وليكس كليبسات يعني بيتقفل محكم الغلق اهي الكليبس بتاعه. ويا جماعة نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.